السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة أجي تسمع. اليوم إن شاء الله غادي نشرح لكم كي ديروا تفرجوا مباراة جيفونتوس و أتليتيكو مدريد. جيفونتوس و أتليتيكو مدريد بالنسبة اللي بغى يتفرج ديال مانشستر سيتي و شالكا كذا خاطرهم، مي الناس بزاف غادي تتفرج جيفونتوس و أتليتيكو مدريد. هاد المباراة تكون واعرة وغادي نوريكم طريقة تفرجوا بها الماتش واعرة وبلا تقطيع بلا والو، غادي تفرجوا مزيانين. نتمنوا تعجبكم الطريقة. أول حاجة الإخوان، نتمنوا تابوناو معنا في القناة وديروا لنا لايك للفيديو وبارطاجيو الفيديو. كما شفتوا كاينين هنا شروحات بزاف كما داك كيفاش تشاهد مباراة بين سبور، أتلقى الشرح راه زوين ننصحكم به. وكاين هنا عاوتاني كي دير تفرج الافلام وبين سبور، هادو مزالين خدامين وكلشي مزيان. اليوم ما شاء الله الطريقه تقريبا هي بحال هادي، غير تقريبا السيرفر كيتبدل كل نهار، وقلت علاش اليوم الناس عاد تبغي تفرج ندير لهم فيديو باش الناس اللي بغى يستافد مرحبا به. يلا الاخوان نخليكم مع الفيديو. اول حاجه ان شاء الله هادي الرابط تلقاوه تحت الفيديو. واش غادي دير؟ تجي لهنايا، اول حاجه غادي يخرج الرابط اللي غادي تلقاه، هذا هو غيخرج لك هنا. تكليكي هنايا، تكليكي هنا، راه سهل الاخوان ماشي شي حاجه واعره. تسنى هاد 12 الثانيه ما ليش نطول الفيديو بزاف باش ما كما كتشوفوا كتكمل هاد 12 ثانية. نجيو من هنايا كليكيو على الرابط بحال هكا اوتوماتيك، كما كتشوفوا اوتوماتيك كيخرجوك لهاد الرابط. هذا كتيليشارجيوه، كتكليكيو عليه كتيليشارجيوه، كتخرجوه هنايا بحال هكا. ها هو الاخوان كتخرجوه، كلشي عنده في ال سي هاد البرنامج، راه كلشي غادي يكون عنده. بالنسبه للاخوان اللي بغى يتفرج في التليفون راه الشرح راه كاين. هاي هي بولا انا بيرو كارز مالوكا ما غوستار جوك تاب انا بيرو تفابيل. بالنسبه اللي بغى يتفرج في التليفون ديالو راه كاين الشرح الاخوان هنا في هذا الفيديو. هذا الشرح راه تلقى فيه كي دير تفرج في التليفون. كما قلت لكم الاخوان تكليكو هنا كتخرج عندكم هادي سهلة، ما غاديش دير شي حاجة اللي واعرة ولا غادي تجي بحال هكا. تدخل هذا كما تقول هذا هو اللي تيليشارج، نحطوه هكا غادي يعطينا كاع الإيداعات. كما شنو هنا غادي نديرو بين سبور، كما تشوفوا الاخوان ها هما البين سبور، هذه هي كليكيو عليها. كما كتشوفوا هي بين سبور تقريبا الاخوان اللي ماتش غادي يجيبوهم. شوفوا فين غادي يجيبوهم اللي ماتش، بالنسبه للاخوان اللي ما الماتش غادي يجيبوه بين سبور بين سبور بين سبور الاخوان كما كتشوفوا ها هي. كاع هادو الاخوان بين سبور اللي ما خداماش قلب البين سبور اخرى تلقاها خدام. المهم الاخوان قال اذا اتراهم خدامين الحمد لله كلشي راه خدام مزيان.
ما بغيتش ندير الصوت لحقاش باش ما يوقعليش شي مشكل مع البين سبور، ما بغيتش نكبر الصورة. كما شفتوا الاخوان اللي بغى يتفرج الماتش نتاع جيفونتيش و اتلتيكو مدريد، هي هذه الطريقه، راه ما كيتقطعش نهائيا. اتفرج على خاطرك والامور غادي تمشي مزيان. نتمنى اللي عجبكم الفيديو ديروا لنا لايك للفيديو وتابعونا معنا في القناه الاخوان، بغينا نوصلوا 2000 مشترك. وكنشكركم بزاف. يلا الاخوان حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا تشاو.